ويا الهضر عليا والبعد على جارتي ويا راس بسف يا ويا يقدروا بسف ويا راس بسف يا ويا يقدروا بسف ربي 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 يا والله ما ساحرتني بالحنان طيحت يا يبركم الهضر يا ويا كم نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير صحة جيده. الكويدات ديالي اليوم جيتكم فيديو جديد اي ولبست لكم الكحل اختي والصبر ديال البيضه والصاك حتى تقولوا لي البنات كيف جاتني اللبسه علاش درت البنات كلشي في الكحل في النوار حيت غادي يجي معاه الخضر الا مشيت درت البياض الباج غادي يجي داك الالوان بزاف وما غايجيش زوين قلت لهم نضربوا كلشي في الكحل بادريا نايكا اللي لابساها البنات البيض. المهم الغزاله ديالي اليوم غادي نمشيو نباركو لواحد الصديقه ديالنا من مدينه وجده هي الاصل ديالها كنقولوا لها مبروك عليك مبروك عليك العزري على سلامتك الولاده واللي ما عندهاش الذريه الصالحه والله يرزقها الذريه الصالحه ان شاء الله. المهم الغزاله ديالي كيف ما كتشوفوا معايا غادي نمشيو نباركو ليها وخليكم معايا نوريكم الاجواء ونوريكم الحباب ونوريكم اللي كنتجمعوا في الغربه ونوريكم حتى التقاليد ديال وجادة ملي كتكون النفيسة يعني والدة شنو كيديرو. المهم الغزالة تمنى درت واحد التليكة ديال المسمر غنديها معايا. المهم الغزالة خليكم معايا متمشيو فين وعطيوني الآراء ديالكم على النفيسة كيجدني الكويدات. يلا خليكم معايا متمشيو فين. الناس ديالي ختكم راه وصلات أختي وصلتي أختي راه صحيبتي الطوموبيل تا فين موقفاها يا أختي. شوفوا هنا الأجواء كم هي جميلة اللي كيبغي يحس بالراحة واللي مكيعجبوش الضجيج ديال المدينة كيجي هنايا لهاد البليصة هادي رقيقية فيها غير الألمان كينصدع كين ما كاين والو البنات. دابا غادي نهز صغير كيما خلا هذاك نسيم بناتي. المهم الغزالة ديالي إن شاء الله اليوم غادي يدوز واحد الفيديو مبرع متكتك بديك الشي درتي نفاجي عليكم ونفاجي همكم ونضحكوا ونفوجوا والله إلا قينا مع الحبيب ومع الناس زينين. خليكم معايا. المهم الغزالات ها أنا شوفوا البنات على الهدوء والسكينة نقلبوا على الإمارة 119 غنشوفوا فينا هي هذه 117 رانا تلفت البنات غادي نزيد نهبط لهيه وقيله من ديك الجيب ولا شي نضرب الدوره من لهيها. المهم الغزالات ديالي عرفتي الجو ما لابسه لا جاكيطه لا والو الجو غزال شو الالوان يطلع الجو غزال الشميشه خارجه غير في القميجه ديال الصيف. المهم البنات وكولو المهم الجو جميل. وصلت ها انا جاتني اللبسه دابا غادي تصورني حنان هانتوما جاتني اللبسه زوينه مع الخضر ما درتش الطاقيه نهار وانا نديرو الطاقيه خرجت الشمس. المهم الغزالات انا ندخل ان شاء الله نوريكم الاجواء لداخل كي دايره يلا على بركه الله. المهم الغزالات ديالي احنا دخلنا تبارك الله ما شاء الله كتعرفوا الطبله المغربيه اولا المائده المغربيه لا يعلى عليها مشهيوات. المهم هنايا رانا شاده يا اختي البيبي يا اختي ما شاء الله الله يحفظه لميمته يا اختي وفرحانه يا اختي وهزاه عجبني ما شاء الله. المهم هنا الرفيسه اللي دارتها الاخت نعيمه اللي كيف ما كنقول لكم بغيتوا اي كوموند بغيتوا كاسكروت بغيتوا بسطيله اي حاجه دا نعيمه اللي خصها شي كوموند اختي يا اختي اللي خصها شي كوموند ديال الرفيسه مرحبا مرحبا بك الجنه اختي مرحبا بك الجنه. المهم الغزالات ديالي هنايا حنا بدينا ناكلو انا البنات انايا بنت الشعب كناكل اختي بيديا البنات انا ما كتجينيش الرفيسه تكال بالفرشيطه انا اختي انا يا خصني ناكل بيديا بالنسبه للناس اللي غايقول لك حكه انا اختي انا اختي انا بنت الشعب انا عروبيه هنا هذا المردود التقاليد ديال وجاده عندكم حنا صحابي الناظور البنات في النفاس ديالنا حنايا يعني في الريف ولا وجده بركان مهم توريرت كنا كنديرو عوض الرفيسه كنديرو حنا بركوكش دابا ملي ولات الرفيسه معروفه ولينا كنديروها حتى هي. المهم الغزالات كيف ما كتشوفوا هنايا الكعك حاضر وبقوه وجاده ضروري فوق المائده ديالهم كيكون الكعك الا ما كانش الكعك بكين والو تبارك الله ما شاء الله. المهم حطوا كاسكروت البسبوسه المهم انتم كتشوفوا هنايا على عينيكم كل الخيرات الحلوه نتاع دوازتاي الجميله اللي كتكون في المائده دائما حاضره في الحفلات والمناسبات وكل شيء كل شيء كل شيء تبارك الله بنينه الله يعطي الصحه اللي دارت بعد الحلوه نتاع دوازتاي بنينه بنينه بنينه
والغزالات كيف ما كتشوفوا اتاي اللي حنايا المغاربه ما كيخطاناش من كل دار، واخا تكوني غير بوحدك ضروري حنايا اتاي الشاي المغربي جميل جدا. كنتمنى كاع اللي ما داقوش كاع اللي ما كلاش الاكل المغربي ياكل، حيت كاينين عندي مصريين، كاين متتبعين سوريين لبنانيين، ما شاء الله الله يحفظكم كاملين، مرحبا بكم عندي في القناه ديال اختيتكم. مهم هنايا راه كيدوز علينا يا اختي، كيدور علينا اتاي بطبيعه الحال، وهنا اختكم راه بدات كتشرب وكتنغم يا اختي وتهضر وتضحك. المهم هانتوما الكعكة خواتاتي، كعك وجادة يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، عندهم واحد الكعك غزال وزوين، ودائما خاص كل مائدة ديالهم فيها الكعك، سبحان الله. حنا المغاربة كل واحد باش كيتميز، كل منطقة باش كتميز، سبحان الله. المهم البنات كنا جالسين وقلت الصديقة ديالي قالت لي راه كندير واحد شامبوان للشعر، يعني منه شامبوان ومنه صباعة كيحيد داك الشيب، وداك الشي كاين في المغرب. وهذا البنات سكتي المشاغبة وهذا البنات كانت عاودت لي قالوا لي بزاف الناس، وقلت لها اييه رانا سامعه به زوين وشكرات، وهي قالت لي كانت كدير الصباغه، والصباغه راكم شفتوا كطيح الشعر كتخلي الشعر يحراش، فهمتوا؟ هذه قالت لي انا بديت كنديرو، قالت لي الشعر قالت لي رطب، قالت لي ولا رطب، قالت لي ولا زوين. كاين البنات في في, في الماغو وكاين في الكحل، قالت لكم 100 100 مغربيه سكتي المشاغبه. المهم البنات هو هذا شفتوا هانتوما راه اليوم غتخدم معايا مسكينه، جابت لك الغط وغتورينا كي داير، حيت فيه شامبو صباغه سمعتني غتخرج في الفيديو، مشيت اختي دير لي كاع اختي الناس البريستيج. هذا البنات سميتو ديسار، ها هو دابا شوفوا كيفاش ندير الماكله معاه، الماكله مع كل شيء. حنا المغربيات واش كنتجمعوا ولا حنا العيالات بصفه عامه كنبقاو نهضروا على الخلطات ولا على شي حاجه ولا على شي شهيوات ولا ها انتم الحاجه، شوفوا الحاجه راه جايه بالليكات، ها انتم ها انتم شوفوا ها انتم شفتوا البنات هو هذا، ها هو شوفوا ديري في الليكات، ها انتم شوفوا هو هذاك شتي، ها انتم البنات منه شامبو ومنه صباغه، وشحال كيبقى 5 دقائق 10 دقائق 20 دقيقه كتخلي 20 دقيقه في الشعر هكا بعدا شامبوان مع الصباغه ونبقاو نخرجوا في الشعر ونشعر وتبقاي تماصي، يعني بحال اللي كتدخلي في الشعر هكا فروه الشعر، خلي هذاك بلاتي نوري ليها ها انتم نخرجوا في الشعر كيدخل مزيان، قالت لكم في الشعر ماصيو لداخل في راسين داخل مزيان، ونخليه غير واحد 20 دقيقه ولا نص ساعه ونغسلو، راه فيه الشامبوان ديالو فيه صباغه منه صباغه منه شامبوان، كيبقى 20 دقيقه بالنسبة هذا للناس اللي في المغرب، ها هو هو هذا. بالنسبة للناس اللي كيتفرجوا فيا، حيت راه كيتفرجوا فيا تبارك الله ميمات كيتفرجوا فيا تبارك الله ما شاء الله الله يحفظكم، راه كي سكتي يا باباغيو ما بغاتش تسكت، قولي لهم انه موجود في الامازون، راه قول لهم انه موجود في الامازون انا نهضر وهي تهضر. المهم بالنسبة للميمات بالنسبه حيت الشيب ما عندوش العمر، يقدر يجي يكون انت عندك 20 عام 18 عام، كاين اللي كاين فيه وراثي زوين، ها هو الصديقه ديالي كاينه البنات حتى في الامازون، غير هو في المغرب داير 60 درهم في امازون ديري ليه ماشي دوبل تريبل. انتوما قالت لكم الحاجه حسات بشعرها رطب، يعني مقارنه مع الصباغه اللي كانت كدير فيها البنات الكيراتين، فيه الزنجبيل، فيه التوت البري، فيه زيت الحيه، وفيه ما شنو هذا اللي داير بحال اللفت، ها مهم فيه هادو هما الاعشاب اللي فيها. كما قلت لكم راه كاين في امازون، بالنسبه للناس اللي ما عندهمش اللي غيصيفط لهم من المغرب ولا، راه هو هذا، ها هو البنات اللي بغات دومونديه كاين في امازون، وكاين هذا ها هو البنات هذا واحد اخر عاوتاني بحالو، فيه صبغه الكولا، المهم فيه الكولاجين وفيه زيت ارغان. المهم الغزالات ديالي اللي بغات تاخذوا كما قلت لكم كاينه هنايا، راه كاين في امازون
واللي غادي تجيها شي كوليه من المغرب وكان فيها الشيب قول لهم يصيفطوه لكم من المغرب. مهم قلت لهم في الفيديو ضروري تكون الافاده والاستفاده، ما يمشيش الفيديو خاوي. مهم الغزالات ديالي نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. والحاجه قالت لكم رطب ليها شعرها، قالت لك عرفتوا الشعر ديالي ولا رطب ولا زوين قوا، قالت لك شعرها حتى الشعر ديالها قالت لك قوا، كان خفيف كان خفيف شعرها، قالت لك حسيته قوي ورطب يعني مقارنه مع غزالات. التجربه ديال الحاجه رانا عطيتها لكم وراتكم مسكينه الشامبو فيه ديك البرودوي اللي كيصبغ الشعر، نتمنى البنات تاخذوه. كيف ما قلت لكم ماشي زعما غير الناس الكبار، كاين اللي كيكونوا مساكن باقي صغار وفيهم الشيب اولا كيكون وراثي، وكاين اللي ما كيتقبلوش. قالت كل شعرها كيطيح، وعرفتوا البنات فيه ديك الصباغه كاين الماغو، واحد الماغو غزال اللي ما يخرجش لك بالصباغه، كاين الكحل والماغو. والمهم هذا هو جهدي عليكم العيالات، هذا هو جهدي عليكم. المهم خليكم معايا البنات، انتما البنات هانتوما اختي كيفرقوا علينا اختي، قالت لك ديو الوليدات ناكلوا اختي وديو معانا جبتي لنا شي حاجه مساكن اختي، راه حنا المغرب المغاربه سبحان الله. هانتوما اختي حنا كنديو اختي الحقوقه، هانتوما اختي كلشي مفرش. قلت لكم البنات اختي كلينا حنايا اختي ونديو عاوتاني اختي للدار. شكرا الله يعطيك الخير، الله يحفظك، شكرا عطيك الخير، عطيك الخير والربح، شكرا شكرا. ها انتم اختي ها انتم يا لالا ها انتم البنات ها انتم اختي ها انتم ها اختي كعب غزال، حنا اللي نعرفوا الكعب غزال، حنا اختي نعرفوا كعب غزال. شكرا الله يعطيك الله يعطيك الخير الحاجه. ها انتم البنات ها درنا داك الشيء ديال المغرب شي عاره يا خويتي بابي علي. ها انتم اختي اختي هذه هي العران، هذه العراض اختي الا فين ما كاين البابي الومنيوم. يعني ما خبرتوا لبنا ناخذ معنا، كان جبنا كيس معنا وحنا ما عرفنا. شكرا كان عجبكم ياك شتي ما عجبناش، قالت لك ما قلتولوش باش نجيب الشكاره. هانتوما اختي كلشي على البابي الومنيو، ها حنا راه غا ولاد الشعب اللي بيه الزبون والشيكي والبيكي ما عندنا ما نديرو بيه، راه غا ولاد الشعب ولاد ولاد عاش الملك والله عينا عرو غادي تشوفوا القباب كي دايرين كله وقبته كي دايره. اشوف القبه مهبره كي دايره البنات. هذه القبه ديالي، هذه القبه نتاع مقبوله، هذه القبه ديال حنان، هذه القبه ديال لالا احسان، قبه خديجه نعيمه، القبه نعيمه قبتك مهبره خويا ما بغاتش تحسن. هادي ديال دنيا، ايوا ها العراض المغربيات، هادشي اللي عطا الله. ايوا اختي ديو شويه عاوتاني للدار، ايوا اختي دقوا الدراري، ايوا نعطيو البركابي حتى هو يدق، نقولو ما سمحناش ليك فابور جبلي لك حقك. ديالي دابا جا وقت التزرير، تزرير الطفل الزروره الغرامه، ايوا سير هادي على اسمه هاي من دار تموت حتى لشانوس يا في خاطر صالحه سي عمران، يا بخاطر سي عمران، ايوا هيا زين يلا. شوفوا المهم البنات التقاليد المغربيه تستاهل كل الخير، صافي سال كل خير. غزالات ديالي الحفله انتهت الى الحلقه القادمه ان شاء الله، ان شاء الله تنسوا على البنات. المهم الغزالات ديالي غير ضحكه معاكم وتستاهل كل خير وتستاهل الجنه ونعيمها. المهم
الفيديوهات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا هنا. غادي نختم معكم ان شاء الله الفيديو. راكم كيف ما شفتوا الاجواء البنات، ضحكنا ولعبنا وتفوجتنا. دابا راه كنستنى بنتي، ها هي جايه، انها كانت واحد الحفل مكلفه به واحد الجمعيه، وكنستناوها كنستناهم هنايا انا وحنان. صافي البنات، وغادي نختم معكم الفيديو. واش اميه كتعيط لي حنان؟ واي الغزالات، واي الغزالات، كيف ما كتشوفوا معايا رانا منوره تبارك الله علينا. خلاص المهم خرجت، غادي نهز البنوته ديالي وغادي نمشي للسوبر نتقدى شي حاجه ونمشي في حالي. راه تسعود هذه. تحياتي، كي داز النهار؟ كلشي مزيان؟ ناضي كنادي؟ شكون اللي خسروا؟ خسرتوا؟ ما جبتوش البينكا؟ ويلي ويلي على الكاس ولا تغلبكم. هالو دي لاغا بيكيت سكوت اليز جود الحمد لله. المهم البنات نخليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد. باي باي عليكم، شبعوني كومونتيرات ولايكات، عافاك كثروا ليا من اللايكات باش البنات الفيديو ديالي يشوفوه ناس اخرين اللي ما شافوش. المهم تشيز.